استاذ دوريد، بما انه عيد الحب هو مش بس الحب بين حبيبين، هو حب الارض، حب الناس لبعضها. الفنانه اصاله نصري بعد خلافات وبعد تصريحات حضرتك قلت انك ما بتعرفها وهي تعتبت عليك لموقفك السياسي و و و و حديث يطول ما بدنا نفوت فيه، طلعت على قناه النهار المصريه وجهت لك رساله حب. شو بتقلها؟ لا وهون عم تغني لك الغنية الأحلى والأقرب لقلبك وقلوبنا كلنا. شو بتقلها لأصالة نصر الليلة بعيد الحب؟ يا قلبي، بدون شك أنا بحبها، وهي دائما كانت تنادي لي بابا. اختلفنا بالرأي، معلش، دائما الرأي هذا خلاف خارجي، لكن بالداخل بعدها موجودة. بس بتقلها بحبك بس؟ بكفي، شو بدك أكثر من هيك بعد؟ طيب ان شاء الله توصل هالرساله، لانه مرته ما قالها بحبك، هي قالت له انه انت بتحبني منيح. اللي قالها بتحبك يعني. بدك تكفي لها لاصاله الغنيه؟ بدك تكفي لها يامو ولا لا؟ شو ما عملت يامو ما بكفي. نصيف بده يكفيها انت واستاذ دوريد. يلا يا سوا. تشرف الشرف. شو ما عملت يامو ما بكفيكي، ربي وحده قادر يكفيكي، تردي علي من قلبك وسامحيني، ربي يطول عمرك ويخليكي. يا مو يا مو يا ست الحبايب، يا مو يا مو يا ست الحبايب، تسع شهور وانت حاملتيني، بعدها تعبت كتير تعجبتيني، وعذبتك كتير تربيني، وضاعت الدرباية فيني. يا يا ما جعت يا ما لطعمين، وكم جوز جربات رقعتيني، كل هالشي ما بين فيني. يا مو يعني شو فينا نقول بعد هالجمال وهالأغنية الرائعة وهالإحساس الحلو اللي أديتها فيه نصيف؟ بعرف قدي علاقتك بالوالدة، وعم بتفتش، خبروني إنك بتفتش على عروس أو على صبية تحبها بتشبه أمك. مو فتش يعني، بتخيل أي إنسان بيتمنى، ما بتجي تفتيش بحس القصة، بس بتمنى، بقول يعني بتمنى تمني إنه تكون مثل الماما. أكيد يعني ما بعرف، ما راح اتخيل حدا يجي يحبني اكثر من امي، واذا جاني حدا بحبني مثل امي ف عظيم الله، وتكون مثل اخلاق امي. مش كمان كثير هلا قول الو نصيف، تحبك مثل ابنها مرتك زياد. يعني قول الو كثير تقول لها مشي على الاوضه، تقول لك الو تنيمك وتفل مثلا. قول الو نصيف. الو 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 ايوه اهلا اهلا فين ماما؟ هلا هلا امي. ماما مساء الخير. مساء الخير مدام ساميه زيتون، امه لوالدته للنجم الرائع نصيف زيتون. اهلا وسهلا فيك، تفضل. مساء النور. مساء الخير يا حبيبتي، شو مشرفيتنا لهون اليوم؟ الله يخليك، طول عمرك ويخليك. مرضي نصيف هيك عذبك يعني بصغره ام صعب كان ام سهل؟ شو كان، كيف كانت طفولته؟ لا الحمد لله الله نصيف. طب اذا بدك تقولي له كلمه لنصيف الليله بعيد الحب، شو بتقولي له؟ الله يوفق والله يبعث له حلال. يا رب.
خليك يا أم. دعوات الأم مستجابة دايما. شو بتقلى نصيف للوالدة؟ أنا بقول لها الله يطول عمرك ويخليكي فوقنا فوق راسنا وفوقنا، تخليكي فوق راسنا ويطول عمرك أنت والبابا وأنس ونانسي إخواتي، يعني هاي العزة بالحياة الوحيد الأهل. ويخلي أنا كتير بحس الأم هي العائلة والعائلة هي الأم، فكلهم بمثابة بعض. الله يطول عمرهم ويخليهم بصحتهم جميعا. الدنيا الدنيا أم. الله يخليك مدام سامية زيتون، شكرا شكرا كثير على اتصالك، ونحن منعايدك بعيد الحب ومنعايد كل السوريين. ان شاء الله يا رب هيدا العيد يحمل معه الحب والسلام على سوريا ولبنان وكل الأم العربية يا رب.